السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من شركة فور سيزون للاستيراد. جايب لكم النهاردة موبايل جالاكسي اس 5. موبايل جالاكسي اس 5 للناس مثلا اللي تحب تمسك موبايلات عالية، طبعا الأصل بتاعه ب 6000 جنيه، والخبطة فيه ما فيهاش هزار. فأنا جايب موبايل نفس المواصفات بتاعة الأصلي، نفس الأبعاد ونفس الأندرويد ونفس كل حاجة. هنتفرج على الموبايل طبعا مع بعض. أدي العلبة، نفس العلبة بتاعة الأصلي بالظبط. الموبايل نازل بشهادة ضمان سند عيوب الصناعة من شركة فور سيزون الاستيراد. بطارية الموبايل 2800 ملي أمبير. موبايل ميد إن كوريا باي سامسونج. شغل الموبايل مع بعض. زي ما احنا شايفين الموبايل بيفتح بكلمة سامسونج، نفس الموبايل الأصلي. طبعا هنتكلم على إمكانيات الموبايل. الكاميرا 16 الأصلية دي بتقرا مثلا من 8 لـ10 فعلي. جودة الكاميرا بتاعته، رامات 1.5 جيجا، بروسيسور 1.9 كواد كور. زي ما احنا بنشوف الموبايل الريزوليشن بتاعه عالي. طبعا نزل برنامج السي بي يو زد عشان نشوف امكانيات الموبايل. رامات 1.5. اندرويد فيرجن 4.4.2 كيت كات. نشوفه مع بعض. الاوبشن بتاع الموبايل السيتنج، اندرويد 4.4.2 كيت كات الاصلي. الموبايل فيه برنامج بيقيس نبضات القلب، ايد على السنسور. زي ما احنا شايفين الموبايل مع بعض 85 نبضات قلبي. نجرب لعبة صابواي. دي أهم حاجة طبعا بالنسبة للناس عشان نشوف سرعة الموبايل. زي ما احنا شايفين تحميل اللعبة سريع، وده بيأكد طبعا سرعة الموبايل والبروسيسور بتاعه كويس جدا. زي ما احنا شايفين اللعبة متهنتش، لعبة سريعة جدا على الموبايل. طبعا شايفين الريزوليشن بتاع الموبايل. هنجرب، ممكن نجرب الكاميرا مع بعض. زي ما احنا شايفين جودة الكاميرا،
اقدر انزل جميع البرامج، فايبر، واتساب، تويتر، اي برنامج انا محتاجه انزله طبعا من جوجل بلاي. موبايل زي ما قلنا بضمان سنة، ضد عيوب الصناعة. وبالنسبة للسعر طبعا احنا سعرنا بيبقى مفاجأة. تابعونا على شركة على صفحتنا على الفيسبوك فور سيزون للاستيراد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.